كيس الطحين ب60 وراح يصعد لل70. عاشوا السياسيين اللي يدعون شيعة، عاشوا السياسيين اللي يدعون سنة، عاشوا السياسيين يدعون أكراد شكرا من القلب لذبحكم الشعب العراقي المسكين. البنك المركزي من اللي عينه؟ المجلس النواب، الحكومة من اللي عينه؟ قوانين يقولون مستقلة. ماكو شيء اسمه هذا، خطأ شائع أنه والله قانونه مستقل. شنو مستقل؟